خلينا نقف واحنا بنستقبل موكب الدخول والضيوف والخدام. حضرنا اليوم لكي نحتفل معا بيوم تاريخي من أيام كنيستنا الإنجيلية في مصر الجديدة، وهو تنصيب راعي جديد للكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، القسيس يوسف سمير حبيب. ونصلي أن يبارك إلهنا يومنا واحتفالنا، ونبدأ احتفالنا بصلاة يقودنا فيها الفاضل القسيس نادي لبيب. أبونا السماوي، من كل القلب نشكرك لأجل شرف أن نخدمك. نحمدك لأنك تختارنا لكي ما نعمل عملك، ونشكرك لأنك عندما تختار أنت ترتب كل الأمور لنا. ونحمدك لأجل اختيار جديد لكنيسة عريقة وقوية، ونشكرك لأجل يدك التي صارت مع الكنيسة طوال السنوات الماضية، ونشكرك لأجل تاريخ عظيم من الخدمة تعلمنا منه الكثير. لذا نأتي في هذا اليوم لكي ما نخصص عبدك يا رب ليكون خادما في هذا المكان. نصلي أن تحفظه، نصلي أن تباركه، نصلي أن تعطيه في هذه الكنيسة بركات متجددة. نسأل لأجله ولأجل أسرته خدمة مجيدة، نسأل لأجل الكنيسة نعمة وبركة، نسأل لأجل شعب هذه الكنيسة، لأجل قصوصها، لأجل مجلسها، لأجل كل من يعمل ويخدم في هذا المكان. يا رب لتكن هذه الكنيسة كما عهدناها، كنيسة عظيمة تقدم رسالتك لكل الناس. افتح أبوابها على المجتمع، واجعلها دائما نموذج رائع يحتذي به الكثيرين. ولتعطي يا رب دائما لشعبها ولخدامها أن يكونوا دائما في ملء مشيئة يسوع المسيح. بارك احتفالنا وبارك كل الفقرات، نصلي في شفاعة المسيح. آمين.
طلب الأسيس يوسف إن إحنا نصلي كلمات الترنيمة دي في بداية الحفل بتاعنا. ربي أنهضنا كنيستك محيا لشعبك، ربي أنهضنا كنيستك وابداء في عبدك. ما أروع وما أحلى إن إحنا نبدأ على كل المستويات، ابدأ فيا أنا ببدأ بنفسي يا رب النهاردة، على مستوى حياة روحية، على مستوى كل الأمور يا رب، على مستوى الحياة الاجتماعية في كل وقت في كل ظرف. أنا جاي بقول لك أنا نفسي أبدأ بنفسي أنا، بس مش عارف أبدأ بنفسي، لكن محتاج لقوة من عندك، محتاج لمعونة من عندك. ربي أنهضنا كنيستك. حاولوا مع بعض. ربي أنهضنا كنيستك محيا لشعبك، ربي أنهضنا كنيستك وابدأ في عهدك، وابدأ يا سيدي فيا أنا فاحصا مطهرا، نستمع إلى قراءة كتابية يقودنا فيها الفاضل السيس إيميل نبيل، بعدها يقودنا في خدمة تعبدية الفاضل السيس محسن نعيم رئيس لجنة شؤون القصوص. ونعد حضراتكم أن كل المتكلمين سوف يلتزموا بالمعاد المحدد حتى نخرج في المعاد المحدد، وأشكر محبتهم مسبقاً ونثق إن الله يقود احتفالنا وعبادتنا. بشكر الله لأجل الزميل والصديق العزيز السيس يوسف، بصلي كل نعمة وبركة وحكمة ومعونة وقوة من عند الله في قيادته في الأيام الجاية. هكون بشارك مع السيس يوسف مع حضراتكم كلمات من الكلمات اللي أوصى بيها الله يشوع في قيادته لشعب الله بعد موسى، وأيضاً من كلمات بولس الرسول للكنيسة في رسالة أفسس. الجزء الأول من سفر يشوع أصحاح 1 من عدد 5، يقول الرب ليشوع ويقول أيضاً للأسيس يوسف: كما كنت مع موسى أكون معك، لا أهملك ولا أتركك، تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لأبائهم أن أعطيهم، إنما كن متشدداً وتشجع جداً لتتحفظ للعمل حسب كل الشريعة
التي أمرك بها موسى عبدي، لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لتفلح حيثما تذهب. لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك، بل تلهك فيه نهارا وليلا لتتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه، لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح. أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. أيضا من كلمات الرسول بولس في رسالة أفسس والأصحاح الرابع: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها، بكل تواضع ووداعة وبطول أنا، محتملين بعضكم بعضا في المحبة، مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وأب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح، لذلك يقول: الصعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي لنكون فيما بعد أطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بحيلة الناس بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة، ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس، المسيح، الذي منه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء، يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. أمين. سعيد جدا أن أشارك في حفل تنصيب صديقي العزيز القسيس يوسف راعيا لكنيستنا العزيزة على قلوبنا جميعا. الآيات المقدسة التي استمعنا إليها في رسالة أفسس الأصحاح الرابع الآية 12 هي مركز وقمة هذه الفقرة الكتابية: لأجل تكميل القديسين، لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح. فالهدف الرئيسي هو بنيان جسد المسيح الكنيسة. لله وللإنسان دور في نمو وبنيان الكنيسة، فنمو الكنيسة عمل إلهي وبشري في ذات الوقت، والكنيسة تنمو وتبنى عندما يقوم الله بدوره 100% ويقوم المؤمنون بدورهم 100%. فالله والإنسان يعملان معا، الله يفعل كل شيء من خلال مؤمنين مكرسين مستعدين أن يفعلوا كل شيء لأجل نمو وبنيان الكنيسة. رسول بولس يضع في هذه الآيات سمتين هامتين للكنيسة النامية والبانية، يبرز في كل منهما دور الله ودور الإنسان. السمة الأولى: الكنيسة المتحدة. يتحدث الرسول في الآيات الست الأول عن وحدة الكنيسة باعتبارها حقيقة واقعة فعلا، لا باعتبارها أمنية يرجوها، فهي وحدانية الروح، هي الوحدانية التي ينشئها روح الله القدوس بين قلوب وأرواح جماعة المؤمنين، فهي وحدانية لا يمكن أن يصنعها الإنسان لكن ينشئها الروح القدس.
فدور الله هو صنع الوحدة. يذكر الرسول بولس ثلاث دعائم للوحدة الكنسية تبرز دور الله الواحد المثلث الأقانيم في صنع الوحدة الكنسية. الدعامة الأولى: جسد واحد، روح واحد، رجاء واحد. الروح الواحد، الروح القدس، هو الذي يوحد الكنيسة كجسد ويعطي رجاء واحدا لكل المؤمنين. الدعامة الثانية: رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة. والرب الواحد الرب يسوع المسيح الله الإبن نتحد به بالإيمان الواحد، والمعمودية هي الإعلان والعلامة الخارجية لحقيقة الإيمان الداخلية. الدعامة الثالثة: إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. فأبوة الله الآب لنا كمؤمنين هي مصدر وحدتنا معا. إذن وحدة الكنيسة حقيقة واقعة بفضل وحدانية الله في الثالوث الآب والابن والروح القدس، ثلاثة أقانيم في جوهر واحد. والله صنع وحدة الكنيسة على نموذج وحدة أقانيمه في جوهره، فهي وحدة في تنوع. دور المؤمنين هو حفظ الوحدة، لذلك يقول: مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. فدور الله هو صنع الوحدة، ودور المؤمنين أن يحفظوا الوحدانية من خلال سلوكهم بتواضع ووداعة وطول أنات ومحبة تحتمل بعضهم بعضا. السمة الثانية هي الكنيسة المتكاملة. يتحدث الرسول في الآيات من 7-13 عن المواهب الروحية المتنوعة التي يعطيها الله الواحد للمؤمنين بهدف بنيان الكنيسة. وفي الآية 7 يقول: لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. لكل واحد لديه موهبة أو أكثر. لا يوجد شخص واحد ليس له موهبة. لا يوجد شخص واحد لديه كل المواهب. المواهب نعمة إلهية وليست بمجهود خاص أو لامتياز خاص. المواهب ليست فردية خاصة بالفرد، لكنها كنسية أعطاها الله لكل واحد فينا كعضو في الكنيسة بهدف بنيان جسد المسيح. فالله بنعمته أنعم علينا بمواهب متنوعة لأعضاء متنوعين لتأهيلهم وتجهيزهم لإنجاز خدمات متنوعة لهدف واحد، هو بنيان جسد المسيح. فدور الله هو الواهب والمنعم بالمواهب لبنيان جسد المسيح. ودور المؤمنين هو التكامل، أن يكمل كل منا الآخر ويكتمل به. لذلك يقول الرسول بطرس: ليكن كل واحد بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعضا كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. وهكذا تنمو الكنيسة وتبنى عندما يستخدم كل منا موهبته التي وهبها له الرب لمنفعة وخدمة الجسد الواحد، وكلنا معا يستخدمنا الرب لبنيان الكنيسة. أيها الأحباء، الله يدعونا اليوم كخدام وكشعب أن نحفظ وحدانية الروح برباط السلام، وأن يبني كل منا الآخر، وأن نستخدم مواهبنا ونضرم المواهب التي فينا، نخدم معا بقلب واحد ونفس واحدة، عندئذ وعندئذ فقط تبنى وتنمو كنيستنا. آمين. بنشكر الله جدا من أجل المواهب الغنية في كنيستنا هنا في مصر الجديدة، في خاصة الأصوات الجميلة، والدليل أنه عندنا كواير رائع من الأصوات الحلوة. دلوقتي هيكونوا في 2 من الأصوات الجميلة، منال موريس وشريف الضبع، هيكونوا بيقدموا لنا ترنيمة خاصة.
شريف تعب شوية فهيقودنا في الترنيمة مع منال الشيخ باسم رؤوف. كان الصباح لشفاعة عطشان عاش هنا يسوع فبفهمه وبحبه قد أسعد مش ننكر ان القسيس يوسف وانا والقسيس ايميل تتلمذنا على ايدين راعي رائع وجميل اب وصديق القسيس الدكتور مكرم نجيب. قد ايه احنا في حياتنا وخدمتنا معاه كبرنا وتعلمنا وتاثرنا وتشكلنا. احنا بنشكر ربنا لاجل حياه راعينا الدكتور القسيس مكرم ولأجل خدمته في رعاية وقيادة الكنيسة طوال السنين اللي فاتت. وجي الوقت دلوقتي اللي فيه الراعي بيكلم الابن والمعلم يكلم التلميذ. الآن نستمع إلى كلمة من رعينا الفاضل القسيس
مكرم نجيب إلى الراعي الجديد القسيس يوسف. من 20 سنة تقريبا تعرفت على القسيس يوسف وهو يبدأ دراسة كلية العود، وتعرفت عليه أكتر لما ابتدى يدرس معايا علم التفسير أو الوعظ التفسيري، ووجدت أمامي باحث محب للدراسة متمكن من أدواته بصورة طيبة جدا، ورأيت فيه امتداد وبركة كبيرة لكلية اللاهوت وللعمل المسيحي. لكن عرفته كمان أكتر عندما ابتدأ يقدم بعض العظات التي نستخدمها في الوعظ التفسيري. ففي السنة الأولانية أعطيته نص من روميا اتكلم فيه كويس أوي. السنة الثانية قدمت لي نص من غلاطية وقدمه بصورة رائعة، والسنة الثالثة والأخيرة قلت الخليه في العهد القديم فعطيته إرمية وجود في العهد القديم أكثر. فأنا بشكر الله من أجل الأسيس يوسف ومن أجل قدراته الطيبة، لنصلي أن ربنا يستخدمها ويستخدمه بكل بركة. لجنة العمل الراعي والكرازي قالت لي اتكلم في عبارة موجودة في حديث الرسول بولس لتلميذه تيموثاوس في الرسالة الثانية. العبارة بتقول احفظ الوديعة، ده كل اللي قدموه لي وقالوا لي 6 دقائق، فمش ممكن هسمع لا 6 دقائق ولا العبارة دي صغيرة، لكن هحاول قدر الإمكان أقول ما يقول في فكري. طريق الطبيعي إن ما المقصود بالوديعة التي يحفظها تيموثاوس؟ الوديعة هي الكلام الصحيح كما جاء في العدد السابق مباشرة من رسالة تيموثاوس الثانية أصحاح 1 عدد 14 الوديعة، عدد 13 العدد السابق الكلام الصحيح. استنتاج طبيعي أن الوديعة المقصودة هي الكلام الصحيح، هي الإنجيل الذي عاش له الرسول وسلمه ويسلمه الآن لتلميذه تيموثاوس. وبالتالي جاءت كلمة الكلام الصحيح بمعنى الكلام الصحي، وقد استخدمها الرب يسوع في معجزات الشفاء، الكلام الذي يعيد للإنسان صحته الروحية وحياته باستمرار. وبالتالي نجد معنى آخر أن الوديعة جاءت بمعنى الكنز، فالإنجيل هو الكنز المخبوء بعمل المسيح في حياتنا باستمرار، وهو الحق المودع لدى الرسول والذي يودعه لتلميذه تيموثاوس بصورة واضحة. فالإنجيل المودع لدى الكنيسة احفظه، أي استلمه وتمسك به سالما. أودعه المسيح لتيموثاوس، أودعه المسيح للرسول، وأودعه الرسول إلى تيموثاوس، وأودعه تيموثاوس للكنيسة بصورة واضحة. السؤال الطبيعي، ونحن نعلم جميعا أن الكلمة احفظ أو الكلمة الأخرى تمسك، احفظ الوديعة تمسك بالكلام الصحيح، وتمسك جاءت بمعنى كن ثابتا، كن ثابتا. من 45 سنة وقفت الموقف ده،
وكان معانا الدكتور لبيب مشرقي وعدد كبير من الآباء، ومنهم راعينا في الكنيسة في العباسية وقتها. وأنا فاكر قال لي كلمة بعنوان كن لوثر الثورة، والتعبير ده مش رايح من ذهني لحد دلوقتي. وعلشان كده تمسك بالكلام الصحيح جاءت أيضا في سياق آخر، أحرس الوديعة، كن حارسا للإنجيل، بصورة واضحة في حياتي. كيف لتيموساوس الضعيف أن يحرس الكنز الحق الوديعة الكلام الصحيح؟ كيف يقول له احفظ الوديعة بالروح القدس الساكن فيك؟ أنت لا تعمل وحدك، هناك قوة للروح القدس الساكن والفاعل في حياة الخادم، وهو الذي يعطيه النعمة ليستكمل المسيرة يوما بعد الآخر. ثم يضيف شيئا في أماكن مختلفة أن الله يضمن الوديعة، مثلا في كلمات جميلة نعرفها جميعا، لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. هو يحفظ، أنا مجرد أداة، كل المطلوب مني أن أكون أمين، لكن الذي يحفظ هو صاحب الدعوة. احفظ في كلمات أخرى، وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت، ما تعلمته تمسك به، احرسه، لا تنعس ولا تنام، احرس الحق، الحق الموضع. في عام 1517 بدأت ملامح الإصلاح الديني، الإصلاح الإنجيلي، تحتفل به الكنائس الإنجيلية في العالم سنة 2017، أي مرور 500 سنة على قيام الإصلاح الديني الذي ترك الكثير من بصمات في تاريخ الكنيسة بصورة واضحة. انتشرت شرارة الإصلاح الديني، احتضن التقدم العلمي، كان الإصلاح الديني بركة كبيرة جدا. ولذلك عندما يقول تمسك، أصلح، ارجع إلى التراث الرائع، وسوف أترك حاجتين نخرج بيهم من النص إلى الأفق الواسع. الحاجة الأولى هي دعوة للعودة إلى لاهوت الكنيسة الصحيح. كنا نحتفل بالإصلاح فهي دعوة وهي عودة. تكاثرت التيارات الصعبة في السنوات الأخيرة، ليس فقط منذ ثورة 25 يناير أو 30، لكن من فترة بدأت تيارات جارفة وجارفة تدفع بملامح بعيدة إلى حد ما من تراثنا الفكري، والدعوة أن نعود إلى الإصلاح وإلى اللمسات الأولى التي تركها ونظل نمسك بها وأن نعيدها إلى الكنيسة. مثلا المقصود بالإصلاح الذي أضافه للكنيسة لاهوت الجماعة وليس لاهوت الفرد في استقلالية بعيدة عن فكرنا الأصيل. الدعوة إلى اللاهوت، إلى الكلمات الصحيحة، دعوة إلى لاهوت الجماعة، لاهوت الجسد، لاهوت الكرمة، لاهوت الأرض، لاهوت العهد. هناك نسمات رائعة تعيد حياتنا إلى النبع الذي نغترف منه، دعوة إلى عودة إلى لاهوت الجماعة معا، ليس المجموعات المستقلة المتشرذمة هنا وهناك، لكن أن نعود إلى الكنيسة الواحدة التي تقود حياتنا بصورة واضحة، تتوالى فيها الأجيال، المسيح، الرسول، تيموساوس، الكنيسة، لاهوت يسلم الأجيال من واحد إلى الآخر.
نهضة الكنيسة، نمو الكنيسة يقوم على تلاحم المراحل، بالإضافة إلى تلاحم الأجيال المختلفة في حياتنا. لاهوت صحيح يعطي لكل مرحلة بعض التفرد الطبيعي، لكن هذا التفرد الطبيعي يرتكز على قاعدة. القاعدة هي الكنيسة، هي التاريخ، هي الجذور، هي التراث، هي المستقبل. نعود إلى هذا الإصلاح الجميل بصورة قوية رائعة. دي الفكرة الأولى، هي دعوة وصرخة وبركة أن تعود الكنيسة إلى لاهوت الجماعة من جديد، في أنشطتها، في اجتماعاتها، في حياتها، في تفكيرها في المستقبل، في تكاتفها في المجالس الكنسية إلى آخره. هذا التلاحم، هذا الزخم الروحي والفكري هو عودة إلى لاهوت الجماعة والجسد والأرض والوطنية والعهد والحياة اليومية الرائعة. يا تيموثاوس، يا كل تيموثاوس، احفظ الوديعة بهذا المعنى. الفكرة الأخيرة في العودة إلى الكنيسة، العودة إلى الأدوار المختلفة، العودة إلى الكلام الجميل. جاء الكلام الصحيح في بعض الأماكن، الكلام الجميل. كنيسة تتسلم الراية مع شهود أمناء عبر التاريخ، يتسلمون الراية مرفوعة ويقدمونها إلى جيل رائع يمسك بالراية ويستكملها، وأيدي الجميع معه ومعهم نستكمل المشوار بنعمة المسيح. وبالتالي هي دعوة جديدة للتنوير والإحياء، دعوة للنهضة والبناء، دعوة إلى كنيسة تختبر بركة التعددية وتختبر غنى التغيير في الأداء والتغيير في الأدوار في نفس الوقت، غنى المراحل المختلفة. في النهاية اسمعني لما أختم يا أسيس، في النهاية يا ابن العزيز، تهنئة من الأعماق والرب معك. شكرا. دلوقتي هيكون معانا شعر هيقودنا فيه الفاضل الدكتور عادل كمال، وهو بيتكلم عن العهد، ودائما بنستمتع بالشعر اللي بيقدمه الدكتور عادل. بعدها يقودنا في صلاة الفاضل الدكتور الأسيس يوسف بطرس، راعي الكنيسة الإنجيلية بمشية الصدر. ثم بعدها نستمتع بترنيمة مع الصوت الجميل والشخصية الجميلة أخونا سامح ربيل. في النظم ده بعنوان العهد، الله بيتحدث عن عهده، عهد الفداء، العهد السرمدي اللي منذ الأزل وإلى الأبد، العهد الأمين اللي امتد للأفراد عبر الأجيال ثم إلى كنيسته، العهد اللي بيماثله عهد الراعي مع كنيسته. عهدي بحب البشر ابتدى قبل الزمان، قبل الزروع والشجر وخلقي للإنسان، وبرغم كل اللي كان وشفته قبل الأوان، الحب عمره مهان وقلبي للعهد صان. أول ما آدم سقط ورجله جت في الغلط وعريه بان على الملا ومن كسوفه اختبى، رديته رغم الجحود وسترتهم بجلود،
ده عهدي عهد الفدا، مفيش قصاد وحدود، أمين من يوم ما ابتدى والآخر الخلود. وعهدي كان مع نوح، منين ما يروح أمامه يلوح، وأنا إله أبرام اللي بإيمان نال الأمان، وكمان إله يعقوب مهما كان مليان بذنوب، والموسى بن عهدي لما طلب مجدي أمامه بيعدي، ودام لعبدي داود في أغلى وعود بالنسل اللي هيسود، والعهد كان ممدود لسحابة الشهود. ده عهدي عهد الفدا، مفيش قصاد وحدود، أمين من يوم ما ابتدى والآخر الخلود. وفي قمة الأزمان جاهرت بالإعلان عن عهدي لكنيستي، كل اللي أنيته عشاني كديته، يا غالية يا عروستي، يا لؤلؤتي الثمينة، يا كنزي يا جميلة، وحبي من الإدم، نزلت من أمجادي وقبلت بيكي مخاضي في محارة الألم، متكونة بدمعي في ضغطتي ووجعي من راسي للأدم، وشهادتك في الوجود كتبتها بدمي لحظة مسال على العود. ده عهدي عهد الفدا، مفيش قصاد وحدود، أمين من يوم ما ابتدى والآخر الخلود. يا راعي ارعى رعيتي، يا راعي ارعى رعيتي، وانكر ذاتك بجد، كعهدي ويا كنيستي بينك وبينها عهد. خلي بالك دي وصيتي مش شباب، خلي بالك دي وصيتي مش شباب، والشباب مش أي حد، ده نص اليوم وكل الغد، واللي يكسبهم بجد يجني ثروة مالها عد، يقني قوة مالها حد، يبني بيهم أقوى سد. خلي بالك مش شباب، انزل لهم عيش وسطهم واسمع لهم، لكل واحد منهم انشغل وان مرة غاب. خلي بالك مش شباب، احترم دايما عقولهم واحتوي كل انفعالهم او صراخهم واحتياجهم للنقاش والاحتجاج. خلي بالك مش شباب، ثق فيهم مية مية، واديهم أولوية في كل مسؤولية حقيقية، دول إيديا، وبالصلاة القوية والاتكال عليا يعود المجد ليا، والرعية تتمتع بالشباب، دي الحياة هي الشباب. وافتتح في بيتي باب باتجاه واحد دخول، للي ضل واللي تاب واللي متردد خجول، يقصده كل الأغراب يلقوا في حضن القبول. وتفضل العروسة على مر العهود مشتاقة لعريسها لحد يوم ما يعود، وتقول أمين تعالى وحقق الوعود، يا باقي على العهود، عهدك ده عهد الفدا، مفيش قصاد وحدود، أمين من يوم ما ابتدى والآخر الخلود، والآخر الخلود، أمين. أرجو التكرم بالوقوف للصلاة معا. يا أبانا السماوي وإلهنا الطيب، ما أكرم رحمتك، فبنو البشر في ظل جناحيك يحتمون، تطعمهم من دسم بيتك، من نهر نعمك تسقيهم، بخوافيك تظللهم وبنورك نرى نورا. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من الأعماق نأتي في محضرك الأقدس وفي هذه البيعة المباركة المقدسة
لنرفع أكف الضراعة والصلاة لجلالك الأقدس في هذا المحفل المبارك الذي أنت عينت وقته الآن، لنقدم لك كل الشكر وكل الحمد من أجل جسدك، من أجل عروسك، من أجل الكنيسة التي اقتنيتها بدمك. ليس فقط نصلي من أجل الكنيسة العامة في مصر وكنيستنا الإنجيلية المشيخية أيضا، لكننا نصلي من أجل الكنيسة المحلية التي أنشأتها يمينك هنا وقدمت رسالة واضحة لمنطقة كبيرة، الكنيسة التي نحن نشكر الله من أجلها وخدمتها الممتدة وأطنابها الواسعة وولادتها لكنائس أخرى، نصلي أن تباركها حاضرا ومستقبلا لتؤدي دورها ورسالتها. باركتها مع رعاة أجلاء مباركين سابقين، كل واحد منهم كان له دور واضح وفعال في الكنيسة وفي المجتمع، وها أنت قد اخترت لها راعيا لكي يكمل الباقة الرائعة ذات الرائحة العطرة. فنصلي أنك تباركه من اللحظة التي اخترته أنت في علمك السابق ليكون راعيا لها. أنت قادر يا ربنا أن تزيده، وهو يوسف الرب يزيد، تزيده نعمة وحكمة. فأصلي لأجله كما صليت من أجل الكنيسة أن تباركه لتعطيه قوة يشوع رغم العمر، وتباركه في شجاعة داود وإقدامه، وتباركه فتعطيه حكمة سليمان ورويتها، نباركه لتعطيه تعليم بولس وقوة تيموساوس، ونصلي أنك تعطيه لسان برنابة كواعظ مفوه. قادر أنت يا ربنا أن تستخدمه في شخصه ومع أسرته والأسرة الكبيرة التي ائتمنته أن يرعاها هنا في مصر الجديدة. نصلي أن تبارك ما تبقى لنا في محفلنا الأقدس الآن، ولك في ابنك المبارك شخص ربنا يسوع المسيح نهدي كل الإجلال والسجود والحمد. آمين. الصلاة الثانية اللي طلب الأسيس يوسف إن احنا نصليها في كلمات ترنيمة ملحنة بتقول كده: سيدي نفسي لديك، عند موطئ قدميك، وحياتي في يديك، فهي منك وإليك. لو قدرت تعيش الحقيقة دي، حياتي يا رب منك، واشتاق جدا تكون ليك، تكون أنت ملك، تكون أنت سيد عليها. من فضلك وانت بتصلي كلمات الترنيمه دي وانت بترفع الاسيس يوسف وتقول ربنا يباركه في الوقت اللي جاي في قيادته للكنيسه، خلينا نصلي لاجل انفسنا: ربي هبني ان اراك كي اسير في خطاك، انت ربي لا سواك، بغيتي نيل رضاك. كان نفسي اوقفكم بس ممكن نقف بس في عدد ثلاثه، نرنم عدد واحد واثنين واحنا قاعدين، واستسمحكم في عدد ثلاثه هنقف فيه نصلي مع بعض: سيدي نفسي لديك. وحياتي في يديك،
فهي منك وإله. ربي هبني أن أراك كي أسير في خطاك، أنت ربي لا سواك، بغيتي نيل رضاك. سيدي ماذا تريد؟ والعدد ثلاثة بالتقى، بالتقى وبالخشوع في اتضاع وخضوع وبقلب لا يروح عفو الرب يسوع. قرابة 100 عام خدم في كنيستنا 3 رعاة. القسيس إسحاق إبراهيم خدم من سنة 21 لسنة 51، وبعدها الفاضل القسيس إلياس مقار خدم من سنة 45 إلى سنة 80، ثم استلم الكنيسة رعينا القسيس مكرم نجيب من سنة 81 لسنة 2014، وحان الآن لبداية عهد جديد وفترة جديدة مع مراسم تنصيب الفاضل القسيس يوسف سمير حبيب قصا راعيا للكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة. والآن تبدأ مراسم التنصيب بتقرير اللجنة، يقودنا فيها الشيخ عصام واصف سكرتير لجنة العمل الرعوي والكلاسي، ثم عهود التنصيب يقودنا فيها الفاضل القسيس جون سامي رئيس لجنة العمل الرعوي والكلاسي، ثم صلاة التنصيب من الفاضل القسيس سليمان صادق راعي الكنيسة الإنجيلية بالفجالة. وبعد أخذ عهود التنصيب أرجو من اللجنة المشاركة في إجراءات الحفل وإجراءات التنصيب الصعود إلى المنبر لتلقي التهنئة من الفاضل القسيس يوسف. تقرير لجنة العمل الرعوي والكرازي بشأن الإجراءات الخاصة بانتخاب راعيا للكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة. تتشرف لجنة العمل الرعوي والكرازي بتقديم تقريرها من حيث الإجراءات القانونية لانتخاب راعي للكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وهو على النحو التالي:
شعر مجلس الكنيسة بحاجة الكنيسة لانتخاب راعياً، فتقدم مجلس الكنيسة بطلب إلى مجمع القاهرة الإنجيلي يطلب من المجمع اتخاذ اللازم نحو انتخاب وتنصيب راعياً للكنيسة. فوضى مجمع القاهرة لجنة العمل الرعوي والكرازي لعمل اللازم. أعلنت الكنيسة في الموعد القانوني حسب دستور الكنيسة الإنجيلية المشيخية، وتحدد يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2015 في تمام الساعة 12:30 مساءً موعداً لإتمام الإجراءات اللازمة. قامت اللجنة وبحضور رئيس اللجنة الدستورية والقضائية بمراجعة الأوراق، واستراحت اللجنة للأوراق المقدمة من مجلس الكنيسة من حيث كشوف العضوية وأوراق الانتخابات والدعوة الرعوية، وعليه قررت اللجنة بأن تسير في إجراءات الانتخاب حسب البرنامج المقرر قبله. قادت اللجنة في الوقت المحدد عملية الانتخاب، وصارت سيراً قانونية بحسب عدد الأعضاء الحاضرين وجملتهم 485 عضو من الرجال والسيدات من جملة أعضاء الكنيسة المسجلين بدفاتر الكنيسة، وإجماليهم 1404 من الرجال والسيدات. وتم فتح باب الترشيحات، ورشح القس يوسف سمير حبيب وثني عليه، ورشح القس إيميل نبيل عبد المسيح وثني عليه، ورشح القس جون سعيد وثني عليه. وفتح باب الاعتذارات، وقدم القس جون سعيد اعتذار تلفوني واعتذار مكتوب أيضا. ووزعت الأوراق لإجراء الانتخابات بالتصويت السري بين كل من القس يوسف سمير حبيب والقس إيميل نبيل عبد المسيح، وقد حاز القس يوسف سمير حبيب على 316 صوت من إجمالي 471 صوت الأصوات الصحيحة. وقدمت الدعوة الرعوية للكنيسة، فوقع عليها من حضرات الشيوخ والأعضاء والمترددين، وتم تقديم الدعوة الرعوية للمدعو، وأجاب عليها بالإجاب متكلاً على النعمة. وقامت اللجنة بوضع برنامج خدمة التنصيب ليكون يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر 2015 حسب ما هو بين أيدي حضراتكم. واللجنة والمجمع يقدمان الشكر للرب لنجاح الخدمة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، مصلين أن يوسع الرب تخوم الكنيسة. وتهنئ لجنة العمل الرعوي والكرازي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة والقس يوسف سمير حبيب بالتنصيب، مصلين لأجل بركة من الرب للكنيسة والراعي. أمين. أنا بشكر ربنا جداً من أجل مجمع القاهرة الإنجيلي، من أجل خدمة الله الرائعة والممتدة والمتميزة اللي رب بارك بيها مجمع القاهرة. الأسبوع ده كان عندنا في نفس هذه الكنيسة حدث متميز جداً، وهو رسامة قس مرسل لأمريكا للخدمة في الكنيسة الإنجيلية العربية في بسدينا. النهاردة الصبح كان عندنا انتخابات راعي جديد للكنيسة الإنجيلية في العبور، وبالمناسبة الكنيسة الإنجيلية في العبور على مساحة 1000 متر، وهذه 1000 متر تم تخصيصها من الدولة للكنيسة الإنجيلية لتبنى عليها كنيسة إنجيلية على أرض مخصصة من الدولة للكنيسة الإنجيلية المشيخية. الأسبوع ده يوم 22، يعني بعد أيام قليلة، هنحتفل برسامة أسيس كارز في منطقة شعبية للخدمة وسط منطقة شعبية ما عندناش فيها مبنى كنيسة، لأن احنا بنؤمن أن الكنيسة مش مبنى، الكنيسة شعب وكيان وخدمة، الكنيسة هي شعب الرب. وبعد أيام قليلة رب هيدينا خدمة رائعة بأن احنا هننظم كنيسة جديدة في الشيخ زايد. عندنا الشعب والدولة ادتنا الأرض في الشيخ زايد 1000 متر علشان تقام عليها مبنى للكنيسة الإنجيلية المشيخية. والنهاردة درت التاج
في هذه الاحتفالات، وهو احتفال تنصيب الزميل الفاضل والعزيز والمحبوب على قلبي القسيس يوسف سمير راعياً للكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة. يعني بصفة رئيس اللجنة المفوضة محتاج يعني أقدم كلمتين شكر في البداية قبل ما نادي على القسيس يوسف يكون جنبي في العهود. الكلمة الأولى يعني يهمني جداً أشكر الدكتور أندريه. دكتور أندريه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ما فيش حدث يخص مجمع القاهرة الإنجيلي في احتفال أو رسامة أو تنصيب وندعيه أن يكون موجود معنا ويعتذر أبداً. الحقيقة يعطي أولوية خاصة جداً لمجمع القاهرة، فأنا باسم المجمع أنا بقدم الشكر للدكتور أندريه على أنه يضع دائماً مجمع القاهرة واحتفالات مجمع القاهرة في أولوياته. محتاج أشكر ربنا جداً من أجل شخص قدر يقود هذه الكنيسة في الفترة الانتقالية بين خدمة القسيس مكرم وبين بداية راعي جديد للكنيسة. فترة انتقالية لم تكن سهلة، لم تكن قصيرة، لكنها أديرت بنعمة إلهية وحكمة خاصة أعطاها الرب للزميل الفاضل والمحبوب الدكتور القس عاطف مهني مدير كلية اللاهوت، وكلفه المجمع برئاسة مجلس هذه الكنيسة ليقود الكنيسة في هذه الفترة الانتقالية إلى أن نصل إلى احتفالنا المتميز اليوم. فتحية تقدير للزميل الفاضل الدكتور القس عاطف مهني. أرجو من الزميل والصديق المحبوب القس يوسف سمير. دكتور عادل كمال خد كلمة الشعر بتاعته تحت العهد. كمان احنا عندنا عهد مقدس في دستور الكنيسة الإنجيلية، هذا العهد يقطع على المرتسم لأول مرة، وعهد آخر يقطع على من سبق أن رسم وينصب مثل هذا الموقف الذي نحن فيه. الآن نحن أمام عهود التنصيب. السيس يوسف، هل تقبل أن ترعى هذه الكنيسة، الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، حسب تصريحك المعلن في قبولك دعوتها؟ نعم. هل تتعهد بالاجتهاد أن تربي في ذاتك التقوى الشخصية وأن تعيش عيشة القداسة سالكاً بالتدقيق لكي تزين خدمتك وأن تكون قدوة للرعية، قدوة للرعية في الكلام، قدوة للرعية في تكريس الحياة والوقت والمال، كوكيل أمين على حياتك وخدمتك؟ نعم. هل تعد بأن تكون أميناً في درس كلمة الله وأن تكرز بإنجيل الرب يسوع المسيح في بساطته وملئه، طالباً من الناس أن يتصالحوا مع الله، منذراً ومعلماً كل إنسان بكل حكمة لكي تحضر كل إنسان كاملاً في المسيح يسوع؟ نعم. هل تعد بالاجتهاد في أن تربي في نفسك التقوى الشخصية ساعياً لتزين اعترافك بالعيشة كما يليق بإنجيل المسيح وخدمته؟ نعم. هل الدعوة الإلهية والغيرة على مجد الله والمحبة للرب يسوع المسيح والرغبة في خلاص الخطاة وبنيان الكنيسة هي البواعث العظمى التي حملتك
على الدخول إلى هذه الخدمة المقدسة بكل ما فيها من مسؤوليات وامتيازات؟ نعم. هل تعد بأن تقوم بكل واجبات الراعي كارزاً بالإنجيل، مؤدياً فروض الكنيسة وقوانينها، وواجب الزيارة والنصح في كل بيت، وخدمة المرضى والعناية بالشباب والاهتمام برد الخطاة وبنيان تلاميذ المسيح في الإيمان والحياة، متمماً كل ما هو واجب عليك كقسيس وراع كوكيل أمين لله في خدمته ورعيته؟ نعم. هل تعد أن تخضع لسلطان المجمع والمجامع العليا وأن تقبل أحكامها النهائية أساساً لعلاقتك بها دون أي منازعة، وأن تنوب في المجمع بأمانة عن هذه الكنيسة لخدمة مصالحها الخاصة؟ نعم. أخيراً، هل تعد بكل هذا طبقاً لتعهداتك يوم رسمت وفي حضرة الله بالاتكال على نعمته كمن يرغب في أن يقدم حساباً بفرح عند ظهور الفادي، وأن يأخذ إكليل المجد الذي لا يفنى؟ نعم. أرجو من الأحباء أعضاء وشعب الكنيسة التكرم بالوقوف. كما قطع عهداً مقدساً على الراعي، يقطع أيضاً عهداً مقدساً على شعب وأعضاء ومترددي هذه الكنيسة. يجاب على هذا العهد لمن هم أمامي ومن هم خلفي، يجاب على هذا العهد بكلمة نعم مع رفع اليد الأمنى تأكيداً لتجاوبنا وإجابنا بالقبول لهذه العهود المقدسة. يا أعضاء هذه الكنيسة، هل ما زلتم معترفين باستعدادكم بقبول الفاضل القس يوسف سمير حبيب ليكون راعياً لكم حسب نص دعوتكم إياه؟ هل تعدون أن تقبلوا كلمة الحق من فمه وأن تخضعوا له في تأدية خدمته؟ هل تعدون أن تشجعوه وأن تعاونوه في جهوده لأجل بنيان ملكوت الفادي؟ أخيراً، هل تتعهدون بإكرامه في كافة النواحي المختلفة وأن تفعلوا كل ما ترونه أيضاً لازماً لإراحته ليكون نافعاً للخدمة المقدسة بينكم؟ نعم. الآن أطلب من الوالد الفاضل القس سليمان صادق أن يقودنا في صلاة التنصيب. أرجو أن نقف جميعاً. وأرجو من حضرات أعضاء اللجنة الصعود إلى المنبر بعد إذنكم، تفضلوا. ابني العزيز القسيس يوسف، أحب أذكرك بكلمات يوحنا المعمدان عندما جاءوا تلاميذه وقالوا له هو ذا الذي كان معك في الأردن
وأنت شهدت له هو يعمد والجميع يأتون إليه. يوحنا كرده لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئاً إن لم يكن قد أعطي من الله. لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئاً إن لم يكن قد أعطي من الله. الكنيسة أعطيت الله ليك. كان شعار يوحنا ينبغي أن ذلك يزيد وأنا أنقص، وأنا عهدي فيك كده. الشيء الثاني مشاعري أنا، تذكرت ما كتبه يوحنا الشيخ العجوز إلى غايس: ليس لي فرح أعظم من هذا، أنت عارف، ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أبنائي أنهم يسلكون في الحق. أقول لك يا يوسف، ليس لي فرح أعظم من هذا، مش أسمع، أسمع وأرى أن ابني يوسف يكون راعياً للكنيسة في مصر الجديدة. لذلك أنا برفع صلاة شكر للكنيسة وليك على أنه الله يباركك. خلينا نصلي كلنا. قدوس 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 رب الجنود، مجدك ملء كل الأرض، الإله الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. أشكرك لأجل الكنيسة في مصر في مختلف الطوائف. بارك خدام الكنيسة، بارك رؤساء الكنيسة، وبارك عبدك على الدوام نصلي لأجله رئيس الطائفة. أيده بقوتك وسر بوجهك أمامه فتريحه. يا رب بصلي للكنيسة هنا في مصر الجديدة. أشكرك لأجل الذين خدموا وخدموا بأمانة. نحن نقدم الحمد والشكر لجلالك لأي كل إنسان كانت له رسالة في هذا المكان. أشكرك لأجل أسرة عبدك القسيس إلياس مجار، باركته وأيدته بقوتك وكنت عونا له. وأشكرك لأنك أعطيتنا أن نرى القس مكرم كمل الرسالة وأتم سعيه بفرح، وأعطيته خدمة مباركة، خدمة عظيمة يا ربنا، آثارها طيبة، تاريخها مجيد. باركه وقويه واحفظه لامتد رسالته في كل مكان وزمان، واعطي له أن يكون له على الدوام التأثير الفعال في هذه الكنيسة، في أبنائه وفي شركاء الخدمة. أشكرك يا رب، أشكرك أشكرك لأجل ابني القسيس يوسف، أعطيتني أن أراه وأراه في خدمة مباركة. لأجل ذلك يا رب أنا أصلي لأجله أن تعطيه القوة أكثر فأكثر، وأن تزيد من الحكمة، وأن تعطي له نعمة فوق نعمة لكي يكون مباركا ولكي يكون مؤيدا بالروح القدس. أشكرك أشكرك لأنه منذ الطفولية يعرف الكتب المقدسة. أشكرك لأجل حياته وحياة التقوى في شبابه وفي خدمته. أشكرك لأجل آثار المباركة في الفجالة وفي مصر الجديدة.
وفي كل مكان، ونحن نشكرك لأنه كان الله مع يوسف فكان رجلا ناجحا، وشكرا لك يا رب لأنك ستعطي له النجاح معطيا إياه أن يعتمد على فيض نعمتك، معطيا إياه يا ربنا أن تزيد من حياة التقوى. يا ربنا احفظه أنت آمنا سالما، معطيا إياه حكمة من السماء لقيادة هذه الكنيسة لتكملة المسيرة، ليتبارك الله في هذه البيعة ولتكون مباركة لمدينة القاهرة، فيتعالى اسمك وتمتلى الأرض من مجدك. ربنا وإلهنا أصلي إليك يا رب أن تبارك عبدك ليس كراعي للكنيسة هنا فقط، بل يا ربنا كعضو من أعضاء المجمع العاملين المؤثرين الذين لهم تأثير فعال في الخدمة. أصلي من أجله أن تباركه في أسرتي لكي يكون بركة للأسرة. أصلي إليك أن تحفظه يا ربنا في حياة التقوى والطهارة والنقاوة والخدمة والشهادة، معطيا له يا ربنا أنه يخلي باله من الشباب، يخلي باله من كل قطاع من قطاعات الكنيسة، أعطيه العين المستنيرة وأعطيه القلب النقي وأعطيه الحياة يا ربنا الممتلئة بالتقوى، معطيا إياه يا ربنا أن يعيش لك ومعك. يا رب يا رب كمل عملك معه، يا رب أعطيه أن يتكل على نعمتك، أعطيه أن تكون صلاته ليتك تباركني وتكون يدك معي وتوسع تخومي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. ربنا وإلهنا نحن نضعه على الدوام أمام عرش نعمتك، مباركا إياه مع مجلس الكنيسة، مباركا إياه يا ربنا مع جميع القطاعات التي في الكنيسة. يا رب احفظه مع زملائه، احفظه يا ربنا في خدمة مباركة عظيمة. نحن نصلي إليك يا رب ليتك تباركه، تكون يدك معه، تحفظه من الشر. يباركك الرب ويحفظك، يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. ونعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة الروح القدس مع يوسف، مع الراعي يوسف، مع ابن يوسف، من الآن وإلى الأبد. آمين. الآن أعلن وأصرح بأن الزميل الفاضل القس يوسف سمير حبيب قد انتخب قانونيا ونصب راعيا وصار رئيسا لمجلس هذه الكنيسة وفقا لكلمة الله وبحسب دستور الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، ولهذا هو مستحق لكل تعضيد وتشجيع وإكرام وطاعة في الرب. بقدم تهنئة للزميل العزيز الراعي القسيس يوسف سمير، وأنا أحب أن أنا أقبله لو يسمح قبل ما ينزل لأنه هو غالي علي.
الحقيقة اتعودنا في مناسبات دائمة ومختلفة بلمسات فريق الترنيم وقد ايه بيقدمونا فعلا جودة عالية جدا في الأداء، في الكلمات، في اللحن. بنشكر ربنا لأجل فريق الترنيم في الكنيسة بقيادة مدام سعاد سليم، وهم هيقدمونا ترنيمة فيها نشكر الله، نحس بإيد الله القوية اللي بتقود كنيستنا. وأنا قد إيه فخور بفريق الترنيم، بصلي ليه بركة خاصة، وبصلي إن الله يدينا نستمتع بترنيمة بكلمات رائعة من خلال فريق رائع. Thank you.
لك مني قلبي. الحقيقة زي ما قال الأسيس جون سامي وهو بيتكلم على الفاضل دكتور الأسيس أندريا زكي رئيس الطائفة، إنه لا يتأخر عن أي وقت يكون فيه رسامة أو تنصيب أسيس أو مناسبة. والحقيقة أنا بشكر ربنا لأجل حياة الدكتور الأسيس أندريا ولأجل خدمته وروحه ولأجل الانطباع الرائع اللي بيتجه في اتضاع غير عادي في خدمة أي شخص يحتاج إليه. أنا بعتز بصداقة رائعة تجمعني مع الفاضل الدكتور الأسيس أندريا. بشكر ربنا لأجل حياته، لأجل خدمته، لأجل قيادته للطائفة، وأنا متأكد أن الله هيستخدمه دائماً بأكثر قوة. وبنشكر ربنا لأجل وجوده وأنه يقودنا في خطاب الحفل في هذه الليلة وهذا الاحتفال. أنا أوعد حضراتكم أن أكون مختصر للغاية، رغم أن أنا قالوا لي ده خطاب الحفل ودكتور عاطف اللي خد 10 دقائق يعني 20 دقيقة، لكن أنا هكون مختصر. في البداية أنا بهني الكنيسة، وعلى فكرة للضيوف اللي حاضرين أنا أسرتي أعضاء في هذه الكنيسة، فدي كنيستي المحلية، فأنا حاضر تنصيب راعي كنيستي المحلية وراعي أسرتي. بقدم الشكر للكنيسة لاختيار الأسيس يوسف، وأول شخص أحب أشكره الأسيس مكرم نجيب. الأسيس مكرم هو أستاذنا كلنا وعلمنا وأبدع ولازال يبدع، فأنا باسم الكنيسة في مصر الجديدة بوجه لك تحية وشكر كبير جدا.
أنا أحب بالفعل أقدم الشكر من قلبي لرئيس المجلس الدكتور القس عاطف مهني اللي قاد الكنيسة برؤى ثاقبة وإبداع إلى اللحظة اللي احنا فيها. تحية كبيرة للدكتور عاطف مهني. أنا بحب كمان أشكر الأسيس جون والأسيس إيميل الأسوس المساعدين في الكنيسة على محبتهم وعلى دورهم، وإحنا بنحبهم برضو وهم جمال ونديهم تحية كبيرة جدا. شكر وتقدير مني شخصيا إلى مجلس هذه الكنيسة الذي بابتداع واقتدار قاد هذه المرحلة بحرفية ومنهجية عالية، فإحنا بنحيي هذا المجلس تحية كبيرة جدا. أخيرا أحب أشكر لجنة العمل الرعوي والكرازة، وأنا انبهرت واندهشت بكم الأعمال الأسيس جون سامي والفريق اللي معاه. شكرا، إيه الجمال ده وإيه الروعة دي، وربنا يبارككم ونحضر افتتاحات كبيرة جدا. نحيي اللجنة الجميلة دي. ما فيش تحيات تاني، خلاص. شوفوا، أنا طلب مني الدكتور عاطف أتكلم على قومي واستنيري، وأنا النهاردة لو رجعت كلية اللاهوت مرة تاني ودرسني الدكتور مكرم علم الوعظ، أنا هاخد 0/10، لأني لن ألتزم بالنص ولن ألتزم بالسياق ولن أحلل معاني الكلمات ولن أسير في المنهج الوعظي والتفسيري، لكني لدي رسائل سريعة ومختصرة أوجهها للكنيسة العامة أولاً ولكنيسة مصر الجديدة ثانياً، ورسائل مختصرة أخذ 0/10 مش مشكلة، بس أقول الرسالة اللي أنا عايز أقولها لحضراتكم. قومي واستنيري هي دعوة للاستنارة والنهضة، وأول خطوة في النهضة هي النقد الذاتي البناء الذي يؤدي إلى التمكين، empowerment. النقد الذاتي البناء مش مجرد النقد أو الهدم، النقد الذاتي البناء الذي يؤدي في النهاية إلى التمكين، إلى القدرة الجديدة. تاريخ النبوة كله في العهد القديم نقد ذاتي يقود إلى التمكين. لم يكن الأنبياء مجرد بيدوا رسالة دينونة أو رسالة عتاب، ولكن الأنبياء كانوا بيشوفوا مواقف بينقدوها وبيقدموا رؤى وحلول جديدة تمكن الشعب من الانطلاق. عاموس هاجم الظلم الاجتماعي، هاجم أن الإنسان يكون قيمته الفقير بفضة والبائس بنعلين، تكلم عن العدالة، تكلم عن الخوف، لكنه في نفس الوقت قال بوضوح شديد جدا: اطلبوا البر للشر لكي تحيوا. قدم رؤية حقيقية، لو الشعب اتبع هذه الرؤية يتغير. تاريخ الكتاب المقدس كله بيتحدث عن نقد إيجابي بناء يمكن الناس. السيد المسيح له المجد انتقد الكتبة والفريسيين في عهده، انتقد المؤسسات الدينية، دعا إلى التوبة، وفي انتقاده كان يقدم شيئا جديدا. في النقد الإيجابي البناء يمكن أن يقود إلى التمكين، والتمكين معناها أن الجماعة تحقق أهدافها بقدرة رائعة جدا. يشوع مر بالتجربة دي فامتلك أرض جديدة، وبولس مر بالتجربة دي فبنعمة المسيح غير العالم. وإحنا لما نمتلك القدرة على النقد الذاتي البناء الذي يقود إلى التمكين نغير المجتمع اللي حوالينا. أتمنى إن ده يكون شعار لينا وليا شخصيا. الفكرة الثانية اللي أتكلم عنها هي فكرة التماسك، وأنا بتكلم عن الموضوع ده في مناسبات عديدة.
وهتكلم عنه النهاردة لأول مرة بشكل مختلف عما تحدثت به في المرات السابقة. التنوع ممكن يكون بركة، لكن التنوع في أماكن كثيرة مصدر للانقسام. والتنوع عشان يكون بركة مفروض يؤدي إلى درجة من التكامل. عدد كبير من الكنائس النهاردة، مش مصر الجديدة، بتكلم على الكنيسة العامة، في تنوع بشأن المواقف اللاهوتية، في رؤى لاهوتية متنوعة، في تنوع حوالين القيادة، الزعامة لمن، القيادة لمن، الإدارة لمن، في تنوع حوالين العبادة، شكل العبادة إيه، طريقة العبادة إيه. هذه النوعية من القضايا والتنوع موجودة في كنائس كثيرة النهاردة. لكن كيف تعاملت الكنيسة الأولى مع التنوع؟ في رسالة كورنثوس 12 بيتكلم عن درجة عالية من التنوع الموجود في الجسد الواحد، وإن في أعضاء قوية وأعضاء قبيحة، أعضاء ضعيفة، أعضاء متراجعة، لكنه كان بيقدم مفاهيم دقيقة. المفهوم الأول إنه ليس المهم هو الدور الذي تقوم به، ولكن الأهم كيف تقوم بهذا الدور. مش مهم أنت دورك إيه، مش مهم مكانك إيه، لكن المهم الكفاءة، الدرجة العالية من الاحتراف والمهنية بإرشاد الروح القدس اللي بتقوم بهذا الدور. المسيح نفسه تحدث عن طريق جديد للكرامة. الكرامة ليس في القوة، الكرامة ليس في السيطرة، ولكن الكرامة في الانكسار، وأن الأعضاء الأقل دوراً هي الأعضاء الأكثر كرامة. وده بيتنافى مع لغة العالم، بيتنافى مع الزعامة، بيتنافى مع صراع الدور. الكرامة كان مفهوم جديد جداً. اللي احنا محتاجينه النهاردة إنه حتى لو فينا بعض الجماعات المنغلقة، هذه الرؤية للتنوع، هذه الرؤية للكرامة، هذه الرؤية للخضوع، الانغلاق ينكسر والانفتاح يسود، والتماسك يكون قوة للتنوع. احنا محتاجين للتماسك. وقت مش مساعدني أقول كثير من الأفكار. الفكرة الثالثة، إذا أردنا النهضة الاستنارة، قومي فاستنيري، إن الرؤية موقف جماعي. الرؤية مش موقف فردي أبداً، الرؤية موقف جماعي. ولما الجماعة بتتماسك، لما أولاً تملك الجماعة أدوات النقد الذاتي البناء اللي يقودها للتمكين، للقدرة، ولما التنوع اللي فيها يكون بركة ويكون قدرة رائعة للتكامل، هذه الجماعة اللي عندها هذا النوع من النقد، اللي عندها درجة عالية من التماسك، هي اللي تقدر تبني الرؤية. الرؤية لما بيبنيها فرد بيقود لصراع رؤى وتصادم أفكار، لكن الرؤية لما بتبنيها الجماعة بدرجة تشاركية بتقدر تشعر بيها وبتملكها وبتغير. الكنيسة الأولى، أنا الوقت مش هيساعدني، الكنيسة الأولى إزاي بنت رؤية في القضايا المعقدة، قضية العبودية التقليدية مثلا، العبيد. البعض يتساءل ليه الكنيسة الأولى لم تواجه نظام العبودية في المرحلة الأولى، لأنه لو كانت تصادمت الكنيسة الأولى مع نظام اجتماعي في ذلك الوقت سائد، يمكن تلت روما كانوا من العبيد، ربما لقضت الدولة على الكنيسة الناشئة. لكن الكنيسة وضعت في قيمها ومبادئها الأفكار الرئيسية التي أنهت على العبودية تدريجيا، حينما تحدثت عن المساواة وأنه لا فرق، وحينما تحدثت عن الإنسان وعن الحرية وعن الحرية الروحية. ارجعوا وقروا المبادئ العميقة اللي وضعتها الكنيسة علشان تدمر العبودية من الداخل. في مواقف تاني واجهت الكنيسة بقوة، زي قضية التهود. في مواقف تالتة استطاعت الكنيسة أن تتواءم مع المجتمع، لأن التحديات متنوعة ومختلفة. الرؤية حينما تأتي من الجماعة، حينما تصنعها الجماعة المتمكنة المتماسكة،
تستطيع أن تتكلم بعلامات الأزمنة وأن تقترب من المجتمع وأن تغير المجتمع. كومي ستانيري هي تحدي، هي دعوة للتغيير. أنا بدعو كنيستي في مصر الجديدة إلى هذه النوعية من النقد البناء والتماسك والرؤية الذي يغير، التي تغير المجتمع. مبروك يا سيسي يوسف. نعدكم أنه في 10 دقائق نكون بنخلص الاحتفال بمشيئة الرب. احنا بس هنعمل حاجة صغيرة، تعديل صغير هيكون بعد كلمة التهنئة اللي هيقدمها الدكتور القسيس كمال يوسف رئيس السنودس، والسنودس هو المجمع الأعلى للكنيسة الإنجليزية في مصر. هيكون لينا ترنيمة مع أخونا سامح روبيل، ونستمر في البرنامج بدقائق محددة إلى أن ننتهي بمشيئة الرب في 9 تماما. ما من شك أنني أشعر بسعادة غامرة أن أرى كنيستنا الإنجيلية العظيمة والعريقة في مصر الجديدة في عرس، عرس جميل. وأي عرس أعظم من أن نكون كملكوت للرب؟ لقد شبه الرب ملكوته، يشبه ملكوت السماوات إنسان ملك صنع عرسا، عرس لابنه. ما أجمل أن نتواجد أمام الرب، ونتواجد أيضا في مناسبة رائعة جميلة مثل هذه المناسبة المباركة. تهنئة قلبية للزميل والصديق القسيس يوسف سمير، تهنئة قلبية للزميل والصديق الدكتور القس مكرم نجيب الذي يرى ثمرة يده وثمرة نجاحه وكفاحه في هذه الكنيسة. تهنئة قلبية لكنيسة عريقة عظيمة، إحدى المنائر العظيمة في سنودسنا الإنجيلي، إحدى القلاع الروحية العظيمة الراسية المتمكنة في حقل سنودسنا الإنجيلي. أهنئ هذه الكنيسة، أهنئ مجمع القاهرة، أهنئ سنودسنا بهذه الكنيسة، وأهنئ سنودسنا أيضاً بهذا التنصيب وبهذا الحفل المبارك الذي فيه تبدأ الكنيسة هنا صفحة جديدة ذهبية في تاريخها المجيد وفي تاريخها التليد أيضاً. بقي أن أقول كلمة في كلمات دون اتفاق مع الزميل القسيس إيميل عندما قرأ من سفر يشوع. عندما قرأ من سفر يشوع تلك الكلمات التي جاءت في الأصحاح الأول، وعندما يقول الرب تلك الكلمات ليشوع، وفي حقيقة الأمر لا يقولها ليشوع فقط، سنرى معا كلمة الله وهي توجه إلى يشوع، ولكن في حقيقة الأمر كما سنراها بعد قليل إنها توجه للشعب وتوجه ليشوع أيضا. عندما يقول له في سفر يشوع في الأصحاح الأول في الآية 5: لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، ونأتي إلى وعد، نأتي إلى وعد إلهي كما كنت مع موسى أكون معك. وأستطيع أن أقدم كلمة قصيرة وقصيرة جدا، مع أن قبل كده شكرت الزميل القسيس الدكتور أندريا
لأنه دائما يختصر، وقلت أشكره أن يختصر لكي يترك الفرصة للذين يأتون بعده. أنا أشكره، لكن مع ذلك لن أطيل. ويبقى الوعد الإلهي، يبقى الوعد الإلهي إلى مدى الأيام وإلى مدى الدهور. كما كنت مع موسى أكون معك. وربما كما قلت نتخيل إن الكلام يوجه إلى يشوع فقط، لكننا عندما نرى كلمة الله في الأصحاح الثالث وفي الآية السابعة أيضا، فقال الرب يشوع، فقال الرب ليشوع: اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. إن الوعد ليس لك ليشوع فقط، إن الوعد لك يا يشوع ولك أيها الشعب: كما كنت مع موسى أكون معك. وهنا نقف في موقف إلهي عظيم مرت فيه الكنيسة منذ العهد القديم، وتمر الكنيسة في كل العصور وفي كل الأجيال. نعم، لقد انتهى دور موسى. ومن هو موسى؟ يعوزنا الوقت أن نتكلم وأن نتحدث عن موسى. قيل عن موسى إنه كان فرعونا، وقالوا عنه أنه كان فرعونا يهوديا، جمع ما بين إنجاز التعبير الفرعنة المصرية والفرعنة اليهودية أيضا، بمعنى أنه كان قائدا بلا حدود، قائد عسكري، قائد روحي، قائد ديني، قائد سياسي، قائد اقتصادي، قائد في كل المجالات. وكان يأمر فيكون. من من الشعوب تحرك بكلمة من قائده؟ من من الملوك استطاع أن يحرك شعبا عظيما بكلمات منه أن يخرج هذا الشعب ويترك البلد التي يسكنها إلى مكان لا يعرفه إلى أين؟ موسى فعل هذا. وعندما انتهى دور موسى، ربما فكر الشعب: من يأتي لكي يملأ هذا الفراغ؟ من يأتي لكي يكون مكان موسى وفي مكانة موسى؟ ربما ارتبى الشعب كثيراً، وربما ارتبى يشوع نفسه: من هو الشخص الذي يستطيع أن يملأ هذا الفراغ العظيم والعظيم جداً؟ وفي وسط هذه التساؤلات وفي وسط هذه العلامات الكبرى التي تبحث عن جواب، يأتي الوعد الإلهي كإشراقة شمس من السماء: كما كنت مع موسى أكون معك. كما كنت مع موسى أكون معك. ليس الأمر عند موسى ولا الأمر عندك يا يشوع، لكنه يبقى الوعد الإلهي الذي وعد والذي يفي بهذا الوعد. وهنا نجد إلهنا وهو يحقق وعده، وفي أسرع ما يمكن عندما يتحدث إلى الشعب وعندما يتحدث الروح القدس، ونرى أن الله بارك هذا الشعب. ومن هذا اليوم ابتدأ الرب يعظم يشوع في أعين جميع إسرائيل. وهنا يتم الوعد الإلهي. في الأصحاح الأول نرى الوعد، في الأصحاح الثالث نرى الوعد للشعب وليشوع، في الأصحاح الرابع في الآية الرابعة عشر والرابعة والعشرين أيضا نجد هذه الكلمات الجميلة، أن الله يؤكد لا أقول صدقه، ولكن يؤكد تحقيق وعده. في ذلك اليوم يشوع 4:14، في ذلك الوقت، في ذلك اليوم عظم الرب يشوع في أعين جميع إسرائيل. هذا هو الوعد الإلهي: كما كنت مع موسى أكون معك. ويأتي بنا الوحي في العهد القديم وهو يتحدث عن إيمان إبراهيم في الرسالة إلى أهل روميا في الأصحاح الرابع أيضا، عندما نرى أن إبراهيم قد تيقن أن الذي وعد قادر أن يفعل. تيقن إبراهيم قديما، ويتيقن كل مؤمن في العهد القديم والعهد الجديد،
أن الذي وعد قادر أن يفعل، وهذا هو وعد رب لك أيتها الكنيسة، وهذا هو وعد رب لك أيها الزميل الراعي الجديد، وأنت تبدأ صفحة ذهبية جديدة في كتاب ذهبي جميل في هذه الكنيسة، ويبقى الوعد الإلهي كما كنت مع موسى أكون معك. لكنك وعدت أن تمنحني بروحك القدوس عونا لا يخيب. تعالوا نقف مع بعض كده ونرنم مع بعض. رسالة أعطيتني يا سيدي كي أخبر الملا عن الحب العجيب، قلت لي أن الطريق شائك، وقلت لي أني سأحمل الصليب، لكنك وعدت. خد الوعد ده من هذا الإله الحي. زي ما الدكتور القسيس كمال يوسف اختصر في الكلمة، أنا أثق أنه القسيس صوميل ذكي رئيس مجمع القاهرة اللي بيقدم التهنئة عن المجمع للقسيس يوسف سيختصر أيضا. تفضل. أحبائي أعزائي، مع اقترابنا بعيد ميلاد السيد المسيح له المجد، أهنئ حضراتكم جميعا كل سنة وحضراتكم بخير وسلام، ومصرنا الغالية علينا بخير وسلام. صلي أن يعطينا الرب أيام أعياد مباركة
وهنئ شركاء الوطن معنا أحبائنا المسلمين باقتراب عيد المولد النبوي. الفرحة اليوم تتضاعف، فرحة الأعياد الميلاد وأيضا فرحة التنصيب. باسم مجمع القاهرة الإنجيلي المشيخي أهنئ حضراتكم بتنصيب راعيكم، وأهنئ الراعي بكنيستنا في مصر الجديدة. باسم مجمع القاهرة أيضا أشكر كل من ذكرت أسماءهم ولهم دور بناء في رسالة الكنيسة. إلى كنيستنا في مصر الجديدة، قال الوحي في حزقيال 22:30: وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الصغر أمامي. كان هناك احتياج لرجل يبني الجدار ويقف في الصغر، وقد أرسل الرب الرجل الزميل الفاضل القس يوسف سمير. مسؤوليته كبيرة، وأشعر أنها مسؤولية كبيرة وبلا حدود. لا يمكن أن يؤدي هذه المسؤولية بدون مساندتكم، بدون تعضيدكم، بدون صلواتكم الدائمة من أجله. أحياناً بنعتقد أن كلمات التشجيع للناس البسطاء، للناس البادئين، للناس الصغار، لكن كل إنسان مهما سما في موقعه هو محتاج إلى كلمة تشجيع. إلى زميلي الفاضلين القس جون سعيد والقس إيميل نبيل أقول: في خروج 17 موقف جميل. لا أستطيع قراءة النص، لكن أذكره باختصار أن شعب الله قد انتصر، وكان سر الانتصار عاملين رئيسيين. هو العامل الأول صلاة القائد موسى ويداه مرفوعتان إلى الله، والعامل الثاني كان شركاء خدمة معه هارون وحور عندما كانوا يساندونه ويرفعوا إيديه، وكلما كانت اليدان ترتفعان كان الشعب شعب الله ينتصر أكثر. هنا في هذا الموقف نرى عاملين رئيسيين: الصلاة الخاشعة المكرسة باليدين المرفوعتين من القائد إلى الله، والعامل الثاني هو العمل الجماعي المتمثل في المساندة والتشجيع. أعزائي، النصر، البركة، اتساع رسالة الكنيسة تأتي من خلال هذين العاملين: الخشوع، الانكسار، الأيدي المرفوعة إلى الله، والعامل الثاني التشجيع والمساندة في صورة العمل الجماعي. أخيراً أقول: عامل من عوامل تميز ونجاح الزميل القس يوسف سمير هو وجود شريك مساند معضد مصلي له. دائماً الأضواء توجه إلى الراعي للأسيس، لكن بننسى أن فيه مدعم له، مساند له، الزوجة الفاضلة والمثل الشعب اللي احنا بنردده: وراء كل رجل ناجح امرأة ناجح. أنا أعشم أن احنا ندي تحية للزوجة الفاضلة المدعمة للأسيس يوسف. مبروك، أهنئكم جميعا، وألف مبروك.
أنا بشكر القسيس صوميل جداً من قلبي لأنه التزم بالاختصار وقدم لنا كلمة رائعة بنشكر ربنا عليه. الحقيقة التسقيف ده رسالة لكل المتكلمين إنه الشعب يريد الاختصار. قد ايه بنشكر ربنا لأجل الفترة الماضية. عام مضى كان في كلام كتير وأحداث كتيرة، مشاحنات كتيرة، وقد ايه كان بحكمة غير عادية احتوى كل الأمور الفاضل الدكتور القسيس عاطف مهني اللي ترأس مجلس الكنيسة طوال عام مضى، كان بكل حكمة قاد الكنيسة إلى بر الأمان إلى أن جاء هذا اليوم يوم التنصيب باختيار راعي يكمل المسيرة. احنا بنشكر ربنا جدا لأجل حياة الدكتور القسيس عاطف مهني وهو بيمارس آخر مهام لي كرئيس مجلس الكنيسة الآن، وبعدها يستلم القسيس يوسف رئاسة المجلس. لو لاحظتوا القسيس جون ما قالش أي حاجة ليا إن أختصر، فيا إما هو مش عايز نختصر يا إما هو فاقد الأمل. أنا أساساً واقف عشان أقدم شكر واجب في نهاية احتفال جميل جداً، وأبتدي إذا سمحتوا لي بضيوف اللي هم مشرفينا من بلدنا الجميلة، وبشكر سيادة النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب عن الظاهر عن الويلي والظاهر، وبشكر سيادة النواب النائب مدحت الشريف والنائب كريم سالم عن مصر الجديدة، بشكر فضيلة الإمام الشيخ كمال فؤاد إمام مسجد الثورة بمصر الجديدة، كان معانا من شوية النائب اللواء حاتم بشادي عضو مجلس النواب عن الزيتون، وكان معانا المفكر الكبير والسياسي الدكتور مصطفى الفقي، واضطروا يستأذنوا لظروف وقتهم. معانا أيضا الأب نبيل رافول ممثل الكنيسة المارونية بمصر الجديدة، أنا بشكرهم جميعا باسم حضراتكم. معانا ضيف دكتور ديفيد بير عن هيئة كبيرة Overseas Council International، هيئة من الهيئات المعنية بخدمة كليات اللاهوت في العالم، وهو كان موجود وسمع عن الحدث ده وأصر أن يكون موجود ويشرفنا. قيادات الكنيسة هيسامحوني أن أكون مختصر، مش هديهم يمكن الشكر اللي يستحقوه. هبتدي برئيس الطائفة الدكتور قس أندريا زكي اللي أنا فعلاً بعتز بصداقته وبتشرف وبشكر ربنا من أجل قيادته الحكيمة والإلهام اللي بيديهولنا. بشكر ربنا أيضاً لحضور رئيس السنودس الدكتور قس كمال يوسف، ونائب رئيس السنودس القسيس نادي لبيب، رئيس المجمع القسيس صميل زكي، رئيس وأعضاء لجنة العمل الراعي والكرازي القسيس جون سامي، وأنا عايز أقول أن المشورة والنصح والدعم والتواصل المستمر اللي ادهولنا فترة قبل الانتخابات كانت غير عادية عشان تتم الانتخابات بدون أي ثغرة وبدون أي مشاكل، فأنا بقدم شكر حقيقي
لسيادته وللجنة. عندي طبعا شكر لكنيسة الفجالة وأبونا الأسيس سليمان صادق والأسيس أمير وكل مجلسها في الدعم وفي الهدية اللي مديهالنا الأسيس يوسف سمير وفي كل الدعم اللي عملوه خلال الاحتفال ده. طبعا موجود معانا قيادات الكنيسة الإنجليزية كلها، رؤساء مجالس، رؤساء مجامع، حضرات قصوص ورعاة وشيوخ من كل الجمهورية موجودين، فأنا بشكرهم بصفة شخصية جدا. نفسي أشكر اللي تعبوا في تنظيم الحفل ده، أسماء كتيرة جدا فمش هقدر أقول غير اللجنة اللي نظمت وخدت بالها من كل شيء والأشرز وجميع الترتيبات، فأنا بشكرهم جدا. مش عايز أذكر اسم لأني هنسى كثيرين، لكن ليهم خالص الشكر. مجلس الكنيسة والزملاء الأسوس الأسيس جون والأسيس إيميل، أنا ما أقدرش غير أن أشكرهم لأني حملوني طوال الفترة اللي فاتت ودعموني وشجعوني ودونا أننا نقود الكنيسة على قد ما قدرنا، وكتير بيشكروني لكن الشكر حقيقي المفروض يروح ليهم على تعاونهم غير العادي. مهما كان في تكرار استحملوني، لازم أقول كلمة للأسيس مكرم. أقول للأسيس مكرم أنا بشعر النهاردة إن في سباق فريق فايز، جري التتابع. عارفين سباق التتابع اللي بيبقى فريق كامل بيفوز، بس لأن كل أعضائه متميزين وواحد بيجري وبيسلم الراية مرفوعة بصورة جميلة، فالدنيا المسيرة بتمشي. حضرتك سلمت الكنيسة بأروع ما يمكن، زي ما وصف الكتاب بيقول عليها عروس مجيدة بلا عيب ولا غضن. أنا أشكر ربنا قدمت نموذج أخلاقي وقيمي وقيادي رائع خلال أكثر من 30 سنة، فالنهاردة إحنا بنجني هذه الثمار، والله بيستخدمك في أدوار أخرى كثيرة تعيش وتعلمنا وتعيش وتباركنا. مش عارف بقى مين يقف ليكم، شعب الكنيسة العظيم مين يقف ليكم؟ أنا واقف. وأنا بشكركم جدا جدا أني شعب رائع وعظيم وجميل، وأنا متأكد أني ربنا هيدينا بركة رائعة جدا من خلال قيادة الأسيس يوسف. جه الوقت اللي أنا أقول فيه للأسيس يوسف كلمة صغيرة جدا. أنا مشغول وأنا بحط نفسي في مكانك النهاردة بالتحدي الكبير اللي أنت فيه، وبفتكر مسؤوليات معينة كبيرة ربنا حطها قدامي، وكان عندي احتياج غير عادي أن حد يكلمني عن نعمة الله المعينة في الوقت ده. وأنا النهاردة عايز أسيب معاك كلمة واحدة أو صلاة أنا بترفعها من أجلك، وبقول أن ربنا يملاك بنعمته. ومفهومي للنعمة يا أسيس يوسف إنها زي ما الكلمة بتحمل في معناها الأصلي، كلمة نعمة وكلمة موهبة باليوناني يعني خارزمة هي نفس الكلمة، نعمة وموهبة، ومعناها عطية من الله. وعطية الله بتكون بصور متعددة، مرات بيدهلنا بمواهب متميزة ومتعددة فينا زي ما ربنا مليك بمواهب، وبتكون سبب نقطة قوة وتشجيع لينا نخدمه بصورة متميزة.
فافرح وابتهج واشكر الله من أجل النعم اللي ادها لك بمعنى هبات ووزنات متميزة، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعض معلمين، دي نعمة. لكن نعمة الله أيضا مرات تكون لنا في صورة معونة في ضعفنا، وهنا عايز أقول لك ما تخافش من ضعفاتك أيا كانت، أو مما تظن أنها ضعفات، أو مما تظن أنها أشياء تنقصك، ما تخافش منها، لأن هنا يمكن لينا بركة أعظم إن فيها الله بيشجعنا وبيذكرنا وبيقول لنا أفتخر، زي ما بيقول بولس، أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح، فحينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، لنا هذا الكنز في أوان خزفية لكي يكون فضل القوة لله لا منا. إزاي ما نعرفش؟ بيدينا مرات زي ما سمعنا دعم من إخوة وأصدقاء وشركاء خدمة يرفعوا إيدينا، مرات يكمل ضعفاتنا بفريق العمل، مرات بيدينا إرشاد ونعمة ما أقدرش أقولك عليها قد إيه. نقاط قوتك هي نعمة من الله، وما تظن أنك لا تملكه هو أيضا نعمة أعظم من الله، ليملأك الله بكل نعمة ونعمة فوق نعمة. اسمحوا لي أن أنا أطلب من الأسيس يوسف ومن نرمين تيجوا هنا، لأننا ككنيسة وكمجلس نفسنا نعبر عن شكر وتهنئة ليك. وتفضل يا أسيس يوسف، تفضل يا نرمين. طبعا أنا مش ناسي، تفضلوا مايكل وسارة، ممكن تيجوا كمان يا أولاد؟ تروحتوا فين؟ تعالوا. العيلة الجميلة دي احنا بنشكر الله من أجلها، وأنا عايز أقول فعلا ألف مبروك. احنا مش ببارك لكم انتوا بس، لكن ببارك لينا احنا ككنيسة، احنا فرحانين جدا بيكم، ودول برضو أحد الجزء الكبير اللي هتنال منه نعمة فوق نعمة من خلال دعمهم وصلاتهم وتشجيعهم ونقدهم. فأطلب من جناب الشيخ سامي جيمي أن يتفضل، هو سكرتير المجلس، وبالنيابة عن المجلس وكل اجتماعات الكنيسة وحضراتكم كل الأعضاء، نقدم هدية بسيطة وبنقول مبروك يا أسيس يوسف. طبعا حضراتكم شايفينها بتقول الكنيسة الإنجليزية بمصر الجديدة تهني القس يوسف سمير حبيب تنصيب رعايا للكنيسة، والتاريخ مكتوب، وأقيم عليها راعيا ليرعاها، وأنا الرب أكون لهم إلها. الحقيقة قبل ما نكون بنختم بالترنيمة الختامية ثم البركة الرسولية من الراعي الأسيس يوسف سمير، أنا عايز الحقيقة أقدم شكر خاص لشخصية أنا مشغول إن أنا أشكرها، وهي والدة الأسيس يوسف. لو تسمح أنها تقف ونقول لها شكرا ليكي. ربنا يباركك، وأكيد أكبر بركة في حياتك إنك تشوفي الأسيس يوسف بيكبر في نعمة أكبر وأكتر، في علاقة حية وفي منصب أحلى وفي قيادة لكنيسة جميلة. بنشكر ربنا لأجلها، وأدي فعلا كنيسة مصر الجديدة كنيسة عظيمة بكل المقاييس، بكل حد فيها كبير وصغير. احنا بنشكر ربنا جدا لأجلكم، انتوا تستاهلوا كل اتضاع وكل سجود وكل محبة، كل خدمة من القلب، كل تضحية فعلا نقدمها ليكم، لأنكم شعب رائع. ب
بنشكر ربنا انه رب ادانا الامتياز ان احنا نخدم معاكم ووسطيكم، وربنا يدينا دايما بقياده القسيس يوسف نعمه وبركه ان نكون عند حسن الظن وانه الله يستخدمنا وسطيكم. في بس اعلانين قبل ما اسيب الفرصه مع اخونا سامح. في اوتوغراف في الخارج، اللي ما كتبش حاجه للقسيس يوسف او يكتب للكنيسه لان دي مناسبه تاريخيه، فنحن نقدر نعبر بمشاعرنا سواء للقسيس يوسف او للكنيسه عموما. خلونا كمان من فضلكم نلتزم باماكننا بعد انتهاء الاحتفال والبركه الرسوليه الى ان يخرج القسيس يوسف وموكب الخدام لتلقي التهنئه عند الباب. خلينا نقف مع بعض ونختم. إن كنيسة العلي واحدة طول المدى، والرب سيد لها يحفظها من العدا. شخصية باسمها المهندس فخري يونان اللي قام بمجهود رائع جدا وكبير قوي بإخراج الحفل بهذا الشكل، وانا احب ان احنا نديله يد كبيرة قوي. الحاجة التانية من فضلكم، في بوفيه في الخارج، خلينا كلنا نكون بنتجه
بعد ما نقدم التهنئة للقسيس يوسف يكون لنا وقت شركة معا. أبانا السماوي، نشكرك لأنك في كل حين تسمعنا عندما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد. والآن نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة وعطية الروح القدس تكون معنا وتدوم فينا من الآن وإلى الأبد. آمين.